بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المنافقون يتولون الكافرين بالطاعة. يقع في خطأ جسيم بعض الناس الذين يتسلط الشيطان على قلوبهم فيقعون في شرك النفاق، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، بل ربما غرتهم أنفسهم فظنوا أنهم يستطيعون أن يوفقوا بالأمور ويحصلوا مصالحهم، ويكونون بين المؤمنين وبين الكافرين مذبذبين كما سيأتي في من صفاتهم في المستقبل إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا عقاب المنافقين الذين غفلوا عنه: بشر المنافقين. بشر البشارة بخير، ولكن هذا أسلوب من أساليب التحكم في هؤلاء المنافقين الذين لم يعرفوا مصالحهم وظنوا أن أمورهم تنطلي، ونسوا أن الله هو خالق قلوبهم وهو يعلم أهدافهم وما تكنه صدورهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. عذابا أليما، هذا يذكرني بكلمة سمعتها من شخص يظن نفسه من العلماء، أصلحنا الله جميعا وجعل خاتمتنا على خير. قال: أهل النار يعذبون في النار وبعد ذلك يستمرئون عذاب النار ويتلذذون بها فلا يريدون أن يخرجوا. هذا افتراء على الله، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أن لهم عذابا أليما. وأشارت الآية وهي معجزة الآية الأخرى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن وين أين اللذة؟ تبين في القرن العشرين أن الخلايا العصبية التي تنقل الألم إلى الدماغ هي في الجلد، منتشرة في كل الجلد. فأول ما يصاب الجلد الإنسان بحرق رأسا يصدر الألم للدماغ، فترتفع اليد أو يرتفع العضو الذي يصاب بهذه بالإحراق. فربنا تبارك وتعالى يفهم هؤلاء الجهال الذين لا يفقهون، كما قال تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون. يبين لهم أن الجلد كلما احترق يبدلهم الله جلودا أخرى فيها خلايا عصبية ليذوقوا العذاب. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول: بشر المنافقين. بشر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا من تدعو بدعوة محمد، بشر المنافقين أن لهم في الآخرة عذابا أليما مؤلما شديدا. ما هي مشكلتهم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من هم الكافرون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن هم أخطر الكافرين في عصرنا الحاضر؟ الكافرون المقصودون بهذه الآية في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام هم اليهود. عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين ومن تبعهم من المنافقين كانوا يحسبون حسابا لليهود، فيصانعونهم ويطيعونهم في بعض الأفكار. والمنافقون في العصر الحاضر إما يطيعون اليهود بشكل مباشر أو يطيعون أذناب اليهود الذين تصهينوا وادعوا الخير في الأرض والصلاح وكذا، وهم يحاولون أن يتسلطوا على عباد الله. صحيح انتهى الرق كأفراد في المجتمعات البشرية، ولكن تسلط دولة على دولة وتسلط أمة على أمم الأرض واستعبادها هذا موجود، وبشكل خطير جدا يحرم الناس حريتهم وسعادتهم، ويكثر في الناس القتل والعذاب والقهر بسبب التسلط والاستعباد. فالذي يتخذ الكافرين أولياء من اليهود مباشرة أو من أذناب اليهود، الدول التي حكوماتها متصهينة تعمل على تخطيط ما تريده اليهود، مثل عندنا في سوريا مثلا، من الذي يستفيد من قتل هؤلاء الشباب والشابات والرجال والكبار والصغار والأطفال؟ من الذي يستفيد؟ اليهود.
ثم يزعم بعض المنافقين أن السبب هم الذين خرجوا يطالبون بالحرية، مثل ما كانوا الكفار قديما وحديثا يتهمون من يدعو إلى الله وإلى الإيمان أنهم هم سبب الكفار، أنهم هم سبب جعلوا الكفار يقتلون المؤمنين ويعذبونهم. فهل هذا سبب حتى نترك الحرية، أن نتحرر من العبودية للمخلوق ونبقى عبيدا للخالق حتى لا يقتلون ولا يضربون؟ هل الذي يقتل ويضرب الناس بالطائرات هم المتظاهرون، هم الذين يثورون على الاستعباد ويريدون الحرية؟ لا. والدليل على ذلك، لماذا يهرب الناس من بيوتهم إلى دول أخرى؟ ولكن المنافقين لا يفقهون، يؤيدون الباطل والتسلط والظلم ويظنون أنهم على شيء. لماذا؟ لأنهم يبتغون عند هؤلاء الفاجرين الكافرين العزة، العزة أي المنع، فيرون هؤلاء الكافرين متسلطون، إذن هم إذا أطاعوهم أو برروا أعمالهم فينالون عندهم العزة. الله يختم الآية فيقول: فإن العزة لله جميعا، المنع والقوة لله خالق الجميع. ينسى هذا المنافق أن الذي وضع روحه في جسمه هو الله، ينسى هذا المنافق الذي يعني يغفل عن أن اللقمة يسيرها في جوفه الله تبارك وتعالى. عندما ترتص عضلات المري الذي نسميها عضلات إرادية على اللقمة لتدخلها للمعدة، ثم يغلق عليها البواب، ثم تبدأ الغدد بإفراز ما يحتاج إلى طبخ هذه اللقمة التي أكلناها حتى نستفيد منها، الذي يفعل ذلك هو الله، ليس الكافرون الذين نستزل لهم، وليس آباؤنا وليس أمهاتنا، إنما هو الله. الله فعال لما يريد، الله عنده العزة، ولكن يترك المجال. ربنا تبارك وتعالى خلق للإنسان عقلا وأعطاه جزءا من الحرية. الإنسان ليس كالحيوان، الحيوان الحمار خلق ويزل الإنسان، يربط ويسحب ويركب عليه، يحمل عليه أغراضه، خلق لهذا، سخره الله للإنسان، ولكن الإنسان لم يسخره الله لإنسان آخر. الله خلق الإنسان وأنعم عليه بالعبودية له وحده لا شريك له، حتى يشعر بلذة الحرية الحقيقية، أنه ليس عبد حتى ولا لأهوائه وشهواته، إنما هو عبد لله خالق الكائنات. لأن الله لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى عن كل إلا عن كل شر، عند ذلك تكتمل حريته وسعادته. ولكن هذا المنافق لا يفقه شيئا من ذلك، لا يفقه أن الأمور بيد الله، يظن أن هذا المتسلط أو ذاك سيدوم. وأنا سبق وأن قابلت أحد المتسلطين وهددني بزوجتي وهو من كبرائهم، فعندما رفع السماعة وقال: الآن آتي بزوجتك وخليك تعرف شلون تحكي. قلت له: لا، إذا كنت ستفعل هذا فافعل ما يحلو لك. عندما حاول فرعون أن يقتل السحرة لأنهم آمنوا بربهم وتحرروا من العبودية له، قالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فأنت جالس الآن على منصة وحولك الدبابات والجنود، ولكن لا تنسى أنه في يوم من الأيام عندما خلى هذه الكرسي والطاولة التي تجلس عليها، عندما ذهب من يجلس عليها جئت أنت، وستذهب أنت، إما أن يذهب إلى الله بالموت أو يذهب بالطرد، وقد ذهب وجاء غيره. هذه الحياة الدنيا يا أخي. الله أعطاك عقل من أجل أن يختبرك، ولم يعجل لك العقوبة. لا، أنت ينبغي أن تفهم، هل تطيع المخلوق وتعتز بأهل الكفر، أم توالي المؤمنين وتوالي الله ورسوله فتطيعهما لتكون من الناجين ولئلا تكون من المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.